السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ديزاينر من شركة مايكروسوفت، بحيث ان انت بتكتب له اي حاجة هو يبدأ يعمل لك الديزاين بتاعها، وفي اجزاء بتعمل اوتوماتيك وفي حاجات بتعمل مانوال، وهو في تمبليت كويس فيه. ممكن تكتب البرومت اللي انت عايزه، او ممكن تختار حاجة زي كده كوفي شوب، تمام، وتقول له جنريت، فعمل لك تصميم كتير جدا تقدر تختار منها وتعدل فيها زي ما انت عايز. وليكن مثلا انا حابب البساطة ديت، هقول له كاستمايز ديزاين، وتضيف بقى ايه اللمسة السحرية بتاعتك. يعني ممكن تلاقي تمبليت هنا، في تمبليت كتير تقدر تختار منهم. ممكن تقول له ماي ميديا، انا في صورة معينة عايز ارفعها، ممكن ترفعها من الكمبيوتر بتاعك او من التليفون. بالتليفون بيديك كود تقدر تعمل له سكان، وبعد كده تقدر ترفع اي صورة عندك جوجل فوتو. ممكن تقول له برينج يور فايل هير، تعمل دراج اند دروب جوجل درايف. وفي مكتبة موجودة هنا تقدر مجرد بس تسحب كده وتحط، تتسحب معاك وتلاقيها موجودة معاك في اللقطة. تكست لو انت عايز تكتب اي تكست، تمام، اكتب اللي انت عايزه واختار الفونت اللي انت عايزه. وهو مديك امكانيات ان انت تبدل صورة، تحذف الخلفية، تعمل كروب افكت، سيت اس باك جراوند. وممكن تختار مثلا حاجة من هنا يبدل لك الصورة على طول. بعد ما بتجرب وتخلص بالشكل دوت، ممكن تقول له انا عايز اعمل داونلود. فهينزلها لك كملف MP4 تقدر ترفعه عندك، تمام. فانت كده عملت فيديو بسهولة جدا، وحاجة ما شاء الله كويسة، حاجة جميلة. تقدر use AI for caption and hashtag try it. الذكاء الاصطناعي هيبدأ بقى يعني يشير لك الحاجة ديت، ويبدأ ان هو يكتب لك البوست كمان عشان تشيره بشكل يناسب الفيسبوك او الانستجرام او لينكدين.